احنا الان في الاستوديو اللي جديد اللي انتم عملتوه وساودي ريبورترز هنا الساعه وراكم، وانتم عاده هنا بتصوروا كل المقاطع. مزبوط. طيب بس قبل كذا وين كنتوا بتصوروا في البدايه لما ما كان احد يدري عنكم؟ والله كنا نصورها في غرفنا في الجدار، اي شيء جدار كذا لون ثابت خلاص ناخذها على طول. ايوه. فورانا كان سرير، انا في السرير كان تحت فما مو باين كان. يعني يوم بيوم يوم بيوم كل اعماله الاستوديو بيتطور، وهذا اخر مرحله يعني. والمشاهدات كانت صفر؟ كانت صفر يعني 10 مشاهدات. انا جاوب دي لا تخبص. المشاهدات ايام زمان يحاول يعدل شويه. ايام زمان ما كنا بنهتم في شيء اسمه مشاهدات الى الان يعني. فعشان كنا نسويها كهوايه فنحبها فما كنا نطالع شيء اسمه مشاهدات، فالحمد لله مع الزمن طلعوا الريبورترز. وايام زمان كانت 10 مشاهدات واحنا نسوي ريفرش فاحنا العشرة. شباب حلقوا لي شعري. فبعدين اكيد صار في فيديو هو اللي ضرب. مزبوط. ايش كان هو مرتلات؟ اوكي. ليه حاسس دائما انك انت بتخبص؟ ليه ما عنده ثقه فيك؟ ما يلخ فيه يا ساره، قولي لي يا ساره. ما في ثقه. تفضل. والله ما اعرف. حيخبص حيجيب العيد. ايش السؤال؟ والله ضيعت. ايش الفيديو اللي ضرب؟ احنا مو فيديو، احنا كنا ننزل تقريبا كل شهر مره، كل شهرين مره. فقلنا انه لازم نركز في الموضوع وصرنا نقول عبد الله عبد العزيز خلينا ننزل كل اسبوع. فمن هذا الشيء والاستمراريه الحمد لله الناس بدأوا يتابعونا وكونا شيء اسمه الريبورترز. فانت تشوف انه ما في فيديو معين لكن استمراريتكم هي في نفس الوقت. طيب بس في نفس يعني والشخصيه كمان يعني ساره يعني والوسامه. الله يسعدك يعني. صح. اي شويه والوسامه. طيب حتخطى هذه النقطة. شفت النظرة. حتخطى هذه النقطة لأنه لازم الواحد يتخطاها. بس أبغى أتكلم معكم كمان عن الانتقادات اللي الناس بيقولوها. أكيد في انتقادات، يعني مو معقول كل أحد بيحبكم. كل أحد يعني له انتقادات وكلهم كل الناس عندهم حقين، بس أنت ك يعني كصانع محتوى أنت ما تركز عليهم، تركز على الإيجابيات. هذا أخرج اللعب. قطعت أحمل أفكاري عبد الله. أنت يعني هو أصلاً ما بتخليه يجاوب. لما تخليه يجاوب تسوي كذا. يعني زي ما أقول لك إنه تحاولي إنه ما تركز على السلبيات وخلاص. بس أنتم متابعينكم أطفال وبتأثروا جداً في الأطفال. مو كلهم أطفال سارة، يعني في بعضهم يعني شباب. بس في نسبة كبيرة أطفال. في نسبة كبيرة تينيجرز. طيب هذول يعني أنتم بتأثروا جداً فيهم. نعم يعني. نعم مزبوط. أيوة أنت شايف مؤثرين أنتم. مزبوط. إيه. لما بتقولهم سووا شيء بيسووا شيء. لا احنا ما نقول لهم روحوا سووا شيء، احنا المين ثينج حق ساودي ريبورترز اهم شيء. ممكن تعرف لي هي؟ طيب يلا يعني ابتعاث تعرف. احنا ساودي ريبورترز اهم شيء يعني لما اسسنا هذا البرنامج انه نمبر 1 كنا نحب نسوي شيء، نمبر 2 انه نحب ان نصنع مكان انه نحاول نسعد الناس فيه وي هيلب ذم اسكيب رياليتي. ساره انه يعني يهربوا من الواقع السيء ويعيشوا في واقع جيد. بس في نفس ايوه بس في نفس الوقت كمان يعني في ناس كثير مثلا حتى سيبوكم انكم بتاثروا تاثير سلبي، في ناس بيقولوا مثلا انتم سامجين. لا تفرج. ليش تفرج؟ طيب والله العظيم طيب يعني سامجين اوكي لا تفرج. نصيحه اللي يقول سامج لا تتابعنا، تابع ساره وخلاص وقتك ثمين. اي الحين السالفه كونتنت ممتاز. يا سلام. انا افكر امشي واترك هذه المقابله. الله العظيم سامجين. طيب الله يسلمك. نبغى نخليكم عندكم احساس كذا ريلاكسيشن وتعطونا احلى لايك. وجبنا لكم مسبح 3 متر في 3 متر وحنسوي لكم اكبر حوض سمك في العالم. عزيز احنا نسويها بنفسك مو اكس لارج. عبد الله قول للريبورترز كم حطينا سمكة في الحوض؟ تقريبا أكثر من 150 سمكة. يايا والآن اسمعوا كذا شكل الغواصين من برا وبالمونتاج كذا. عندكم جمهور وهذا الجمهور اكيد بتفكروا ايش يعجبه، ايش بيعجب الجمهور. صح. فاحنا نحاول دائما انه ننوع سلاسل القناه، فاحنا نسوي فلوجات حول العالم يعني نثقف الناس. لما نروح لندن نروح مثلا مصر نروح يعني اي مكان في العالم نصور ثقافاتهم اكلاتهم من حيث الواحد يتثقف. ففي فئه
الكبار يحبوا هذا الشيء، فانه كانه يسافر وهو قاعد في بيته. ايوه ايوه، ويمدينا نسوي كمان تحديات ونسوي يعني عده اشياء من حيث انه تجارب هي اكثر شيء يمكن ضربت مع الناس اللي بشوفها بتتداول. اكثر شيء يجي ولا ما يجي. أوكي. ومن كثر ما هي يعني احنا نحبها كمان والريبورترز يحبوه، سوينا اغنيه تيجي ولا ما يجي. أيوة. صارت اكثر من 10 مليون مشاهد. الريبورترز احسن ناس، ما في شيء في الدنيا ما جربنا، جاهز ولا مجاهد دايما جاهز، شد حيلك وتوكل يلا واحنا معاك. جو يجي ولا ما بس يعني ايش طموحكم الاكبر من كذا؟ والله احنا طموحنا اكيد للعالميه، وزي ما تعرف عالميه العالميه ان شاء الله و... Dream big. فزي ما تشوفوا هو مو كمان كل جمهورا مو من مو من السعوديه، في من الاردن، في من مصر، في أيوة. من فلسطين، يعني في صح. كل انحاء الدول العربيه. وكمان الان زي ما انتم عارفين انه السينما، انا باين في الكاميرا عشان انا شايفه هناك. اوكي ابدا عبد الله. اوكي انه السينما حتبدا في السعوديه، فان شاء الله نحاول يعني في هذا المجال. يعني حتمثلوا مثلا؟ ان شاء الله كل شيء ان شاء الله زارة. كل شيء مستحيل. لا لا ديز مستحيل انه امبوسيبل، كل شيء مو مستحيل يا ساره. اوكي عشان كذا ما بيعطيك المايك. كذا هو عرفتي ليش ما اعطي المايك؟ ايوه لا معك حق طلع. يعني حنتفرج سعد ريبورترز على اكبر شاشه منحنيه في العالم. احلى اشتراك في قناه العربيه عشان يجيبونا اكثر، فترقبوا. Stay tuned. سعد ريبورترز عبد الله عبد العزيز. سلام. ولا حول ولا قوه الا بالله. شفتوني جنان.